اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات النسخة 17 من مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 70، والتي عقدت بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر نوفمبر الجاري بالمدينة الشبابية. يعد مؤتمر الشباب للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 70 أكبر وأهم حدث شبابي يسهم في بناء القدرات والتدريب على السياسات لإعداد الشباب للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم، حيث يجمع الآلاف من صناع التغيير من أكثر من 140 دولة حول العالم.